الدكتوره ايمان، دكتوره ايمان مرعي. حضرتك ابتكارك اللي شاركتي بيه في معرض جنيف كان كمان له علاقه بالطحالب. تمام. ايه؟ انا بدايه استاذ مساعد مايكروبيولوجي في كليه الزراعه جامعه عين شمس. تاني حاجة احنا في فريق اصلا كبير من 2011 بدأ يكبر معانا، لان الاتجاه الاول كان بنحاول ان احنا نعمل ازاي نعمل طرق بيولوجية امنة في معالجة الوست ووتر او ميات الصرف، لان طبعا احنا عندنا مشكلة هنا في مصر جامدة جدا ان الصرف اللي عندنا خليط، يعني هتلاقي حضرتك مية الصرف صحي وصناعي وزراعي. يعني في عناصر تقيله، في مبيدات، ده بجانب الصرف الصحي، وطبعا في ميكروبات مرضيه، وبالتالي ده لما بيحصل في مشاكل للبيئه وللانسان. فاحنا عملنا مركبين بكتيريا وطحالب، دي كائنات حيه مفيده للبيئه وامنه، حطيناها على الميه بتاعه الوست ووتر، لقيناها انها بتذل الماده العضويه بنسبه 85%. الابتكار هو استخدام الطحالب والبكتيريا ولا استخدام نوع مستحدث؟ يعني ان انتوا توصلتوا لنوع من البكتيريا والطحالب جديد؟ لا، احنا عاملين خليط بقى، ما هو ده المركب، خليط من البكتيريا ده. احنا عندنا مركبين، مركب خليط من البكتيريا ومركب خليط من الطحالب، بيعمل لي حاجتين. بمعنى انا دلوقتي عندي ميه صرف صحي فقط، هحط المركب بتاعي بصوره معينه. لو انا عندي زي راس صدر فيها مشكله، الميه الصرف خليطه بميه مالحه، هحط المركب بتاعي بس محطوط له موديفيكيشن معين عشان اعمل بايوديسيلينيشن بطريقه امنه وانزل الملوحه. وبالفعل احنا نزلناها من 21000 جزء في المليون ل 13000 جزء في المليون. عظيم عظيم. يعني نعتبر انه مؤتمر جنيف ده زي سوق للابتكارات. هو اتعرض ماركت. علينا يعني هو سوق فيه كل حاجه، فيه ابتكارات كتيره من الشرق ومن الغرب في مجالات مختلفه كتير. تمام. وكل المراكز البحثيه. انتوا رحتوا في السوق ده او تمام. 12 ابتكار مصر ودتهم كلها حصلت على ميداليات تشجع وتفتح نفس ناس كتيره جدا ان هي تقدم ابتكاراتها دي لاكاديميه البحث العلمي علها تجد مكان في السوق الدولي او سوق العالم للابتكارات. بشكركم شكر جزيل.